تبارك وتعالى قال: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا سيد ربي قال شين أسني إني لا يسلم عبادي إني لا يسلم لأنه يقاش عبادي عبادي نو ما معناه سنين يميل عليها إن أسن البشارة من أسن غيرها إن أسن عافكم خخمي تسرى مواب تخلام زي سميني صبحا متجنت قان شينو مستشلنا بريدي صبحا قد كني ويدنا فمن داخل مقرار أولا وثيرا ما يفرض زيش الحاكم نغزيش نغزيش المحامين نغزيش من يخسي عناني. أولا سيد رب العالمين وبشر عبادي الذين يستمعون القول ثم يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا رب نغزيسن آمين يا أرحم الراحمين ويا النهار لسعدت يا رب يا أكرم الأكرمين